الحالة الثانية اللي دقيقة 18 و40 ثانية كان في خطأ على لاعب الهلال. الحين نشوف من هنا بس وقف. هذه هي طبعا هنا إذا أعلن خطأ لابد من تأخذ صفر لأنه كان فيه هجوم واعد الفريق ضمك وبعدين الشكل هذا المسك الصريح اللي يتعاقب عليه مش على الخطأ طبعا ركلة حرة مباشرة لكن ما دام فيه باللونج لو فتحوا لنا اللعبة كان في عنده فرصة يلعب لزميله وكان في فرصة يمشي طبعا تعطيل للمنافس من التقدم. هذه لحظة اللعب نشوف من هنا بس وقف الآن. شوف هنا لاعب قدام ممكن يضرب الدفاع لاعب من هنا على اليمين لاعب على اليسار وبالتالي بطاقة صفراء الهجوم الواعد موجود ولم ينحل بطاقة صفراء. طيب. كان مخيب في الدقيقة تقريبا 14 كان فيه هو أعلن عن ركلة حرة مباشرة وبعدين تسددت في المرمى. هو يعني في أمرين أما أن يكون يقول أنا ما أطلق أنا وديت قبل يلعب حنشوف هذه الآن قبل لا تلعب الكرة هذه الصفرة الآن في الفم. إذا أنت قلت للاعب لا يسدد إلا بعد الصفرة وسدد إذا لازم تعطيه بطاقة عشان تعيد اللعبة عشان هذا اللي خلانا إحنا نقول يعني الأمر هذا. أنا وجهة نظر إنه هو يشر له الصفرة يقول الصفرة شوف الحين لو ترجع في لقطة الحين اللي كانوا يعيدونها بس أثناء التسديد الصفرة كانت في فمه يعني مش ما كانت يعني جاية في الطريق كان يقول والله استعجل ومع ذلك إذا قررت تعيد اللعبة يجب أن تعطيه بطاقة صفرة. طيب التعديلات الجديدة تتكلم على حائط الصد البشري بأن يكون اللاعبين هذا إذا كان لو كان في حائط الصد البشري أنا بجي لها لو كان يقول إنه والله متر أقل من متر إذا الركلة حرة غير مباشرة ما في عادة تمام. هذا اللي خلانا الحين نقول إنه على أي أساس ألغاء بالتالي إذا كنت الصافرة موجودة بالفم لحظة التسديد. اثنين إذا كان عشان الحائط البشري أقل من متر إذا كان ثلاثة لاعبين وأكثر أقل من متر من المهاجمين بجميع الأحوال تسجلت ما تسجلت ركلة حرة غير مباشرة ضد الفريق وللفريق المدافع تمام. هو أنا وجهة نظري أن الهدف كان إلغاء وكان خاطئ خاطئ نعم لأنه الصفرة موجودة في فمه. شوف هذه اللقطة مرة ثانية نعم هنشوف الحين هو يأشر يقول أنا ما الصفرة أنت طيب ليش ما تعطيه بطاقة خلنا عشان نقول أنك أنت متأكد من قرارك. طيب في حال أنه كان قرار أنه مع الصفرة كان مفترض يمنح بطاقة صفرة لازم شوف الحين الصفرة فمه موجودة خلاص منتهية يعني ما أعتقد أنه كل الصفرة يمكن العودة الكرة أنه أحيانا تكون لا أبدا هذه شفها طيب عموما هي طبعا هدف احنا حطينا السيناريوهات واحنا اللي ممتاز لكن رايك الشخصي انه رايي الشخصي انه صفر اذا فمه امر امرين اذا كان ما بعد صفر يجب اعاده الركله مع بطاقه تمام. واذا كان للحائط البشري فهي ركله حره غير مباشره احنا وضعنا جميع السيناريوهات. الحاله السادسه بعدها الهدف الهلال الثاني حنشوف لحظه لعب الكره احنا ما لنا الهدف هو صحيح وحنشوف هنا شوف لاعب مدافع ضمك شوف المهاجمة هذه مهاجمة إن لم تكن بلعب عنيف فهي على الأقل بالتهور ولكن الأكثر أنها بتجي الحين في عادة المهاجمة هذه غير مقبولة في كرة القدم الشكل هذا شاهد مهاجمة على قدم المنافس بقفز باللعب مشي اللعبة الهدف طبعا لجنة التسلل الهدف صحيح لكن نرجع للمهاجمة في إعادة بتجي واضحة القرار الإداري كان مفروض على الأقل إذا لم يح بطاقة حمراء يمنح بطاقة صفراء للتهور إذا كان تقديره أنه أقل من اللي احنا شفناه في الإعادة اللي موجودة وكانت قريبة من المساعد الحكم اكتفى فقط بالتنبيه وبعلاج اللاعب. طيب هنشوف الحالة الخامسة الدقيقة 50 انذار لاعب ضمك في الدقيقة 50 نعم في مهاجم يتهور وعلى طول هو طبعا يمكن قد يكون يعني حس انه الشوط الاول تساهل واعتراض من اللاعب لكنه الانذار ليس الاعتراض الانذار للمهاجمه هنا هذه شوفها من هنا على قدم المنافس بالتالي قرار صحيح هذا الانذار الاول للاعب جمعان من الفريق ضمك وقرار صحيح الحاله ممتاز. حنشوف بعدها خطا على الهلال نرجع ثاني مره للخطا على الهلال في الدقيقه 34 نفس الشيء هنا شوف هنا مش على الخطأ قد يكون أقل من الخطأ اللي وشيء لكن استخدام اليد بالوجه كان مفروض يمنح بطاقة صفراء على اللاعب الهلال أعتقد رقم 8 أيوه حنشوف هنا شوف هنا اليد على الوجه استخدام اليد الآن في الوجه من الاتحاد الدولي في هالطريقة هذه غير مقبول ويمنح بطاقة صفراء لابد من بطاقة صفراء الحكم لم يمنح بطاقة صفراء إذن هنا الحكم كان في الشوط الأول كان مركّد البطاقات ممتاز بعدها التسلل على ضمك في الدقيقة 27.5 وحنشوف رأي المساعد الأول حنشوف الإعادة بتكون أوضح هو أعلن عن التسلل حنشوف الحين لحظة التسديد شوف من هنا متقدم طبعا بالجسم لو اعتبرنا أنه تخطيط الملعب هو الفيصل متقدم وبالتالي قرار صحيح من المساعد متقدم بالجسم